حضرتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب، في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الثاني من سلسلة شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية تثبيت أوفيس 365 من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنبدأ نشوف إزاي تقدر تثبت نسخة الأوفيس 365 بتاعك. في البداية هتبدأ تفتح موقع الأوتلوك أو موقع هوت ميل، بعد كده هتسجل دخول، هتكتب الإيميل بتاعك والباسورد، وبعد ما تكتب هتدخل على الصفحة الرئيسية. لما أنت هتدخل على الصفحة الرئيسية لصفحة البريد بتاعك هتدخل على إعدادات حسابك، هتقول له ماي أكاونت. هتلاقي عندك جوه ماي اكاونت جزء خاص بانستول اوفيس، هتضغط على انستول اوفيس وتضغط سيف. في حالة لو انت عايز تجيب اصدار مختلف من الاوفيس تقدر انك تضغط على فيو ابس اند ديفايسز، فهيبدأ بانه يوضح لك خيارات اكتر في التنزيل، هل انت عايز تنزل الاوفيس بلغة عربية ولا بلغة انجليزية ولا ايه اللغة اللي انت عايز تعتمدها في الاوفيس، هل انت عايز نسخة ال 64 ولا نسخة ال 32، هل انت عايز السكايب فور بيزنس ولا لا. تقدر كل الخدمات ديت بانك تنزلها عن طريق الجزء ده. احنا دلوقتي نزلنا الملف، هنفتحه هنستنى الخطوة بتاعت الداونلود ديت لما تخلص. هو حاليا بيدون نسخة الأوفيس 365 من على الإنترنت، هننتظر نهاية تدوين النسخة أيا كان الوقت اللي هو هيستغرقه. طبعا الوقت اللي هو هيستغرقه في الداونلود يعني بيعود على سرعة الإنترنت عندك وسرعة الاتصال عندك في المكان. بعد ما خلصت هتضغط على كلوز، بعد كده لما تضغط على ابدأ هتلاقي بقى ان برامج الاوفيس نزلت عندك على جهازك. ننصح دايما بانك تختار لها بين تو ستارت، علشان تفضل مجموعة الاوفيس موجودة عندك. لما هنضغط على الوورد على سبيل المثال اللي احنا هنشرحه في سلسلة الفيديوهات ديت، هتلاقي برنامج المايكروسوفت وورد فتح معاك بشكل طبيعي. شكرا ليكم ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.